أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في مجمع السلطان قابوس ببوشهر الرياضي، لننقل لكم بثا تفصيليا مباشرا للمباراة النهائية لكأس مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، والمباراة اللي تعتبر رقم 21 ولهذا الموسم اللي هو 92-93. المباراة أهميتها تكمن في كونها أكبر من مباراة، إنها حدث رياضي وتاريخي تسطره أسطر التاريخ الرياضي بالسلطنة. هذا الحدث الرياضي الهام تشمله الرعاية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ليحكي هذا الحدث سنويا، تجمع القائد وأبنائه في محفل رياضي كبير. مباراة القمة ستجمع بين السيب وصور، الفريقان اللذان استحقا وباقتدار الوصول للعب للمباراة النهائية. بدت المباراة مع فريق السيب الخصيبي محمد محفوظ. أول شيء بالنسبة للفريق، يعني اللي هن نادي صور سابقا اللي أخذنا فيه النهائي الكاس، يعني هو كان اعداد من قبل الكاس، كنا احنا نستعد ومستعدين من يوم يعني من مسك الشيخ محمد سعود لرئاسة النادي بدا الفريق اننا نستعد، يعني نصعد من الدرجه الثانيه للاولى، نصعد للنهائي ونحقق الدوري اتوقع. ايوه، فبالنسبه للنهائي سيب يعني بصراحه اقول لك يعني من احسن مباريات احنا لعبناها، يعني مع انه كان هو النهائي احنا نطلع فيه في النهائي، فكان استعدادنا يعني بس مو بحن استعدادنا احنا، كان استعداد المنطقه ككل، يعني كان كل الانديه اللي كانت صراحه مأزرتنا، العروبه عندنا الطليعه من جعلاء نفس الشيء، كانت الفرق كلها ومأزر الفريق ومستعدين، لكن فكان استعدادنا وايد زين. يعني هو تكتيك ادي فرماني احمد خميس يلعب الكره على طول، يوسف صالح شاله على طول، محمد شاله على طول، محمد ما كان الله. المشكله مش نادي سيبو بس، يعني انا اقول لك اغلبيه الفرق كانت عندنا احنا في السلطنه هنا، يعني صح نعمل لها حساب، لكن احنا من ننزل الملعب خلاص حاسين واثقين بالمجموعه اللي عندنا، يعني كان فريقنا ما شاء الله ما نجلس نتحمل مثلا نقول اليوم كيف بنلعب مع سيبو، لا نلعب، ما عندنا اي مشكله مع اي فريق يعني كنا، فكان الفريق صراحه يعني تلعب تأمن فيه ما عندك مشكلة، يعني من الحارس لحد الوسط لحد المهاجمين، ونفس الشيء دكت في الاحتياط عندنا، فكان عندنا مجموعة لاعبين يعني تطمن من قبل لا تلعب المباراة، فما كانت عندنا أي مشكلة مع السيب أو أي فريق ثاني. أدسو ومع جمعة الرمضاني محمد خميس فريق صور، أحمد خميس إلى محمد خميس، مثل ما شايفين سيف الحبس اليوم في الاحتياط، هو تكتيك ادي فرماني، كرة ملعوبة الان، يوسف صالح في ضربة مرمى، حكم المباراة اذكر الشيخ يعني ركز على كلمة واحدة، يعني قال من تطلعوا في الملعب بس شوفوا فوق، شوفوا المدرج، خلاص هذا كان كلامي، يعني كلامي المدرج، عندكم الامكانيه انك تفرح المجموعه هذه انا بفرح، ترجع والله المجموعه هذه زعلانه، اللي بيرجع صور اللي بيرجع الامارات، في ناس كانت تينا من الامارات في ذاك الوقت يعني، فانتوا بايديكم، انا ما عندي شيء اقول لكم، يعني انا باكم تفوزوا والى اخره، لكن الجمهور الصراحه اللي جاي يعني جمهور خيالي، يعني احنا تحمسنا من دون اي كلام اصلا، الكلام اللي قالوا لنا اياه في المدرب ولا في غرفه الملابس، احنا من نزلنا الملعب اصلا نسينا كل حاجه، بس فكرنا بالمجموعه الجماهير اللي كانت حاضره صراحه، يعني واحنا بنفسنا عاهدنا نفسنا ان قبل يعني نشرف نفسنا ان نفوز ولا غيره على الجمهور هذا المسكين تعبان من الصبح من الساعه يمكن تقريبا بقول لك الساعه 3:30 في الملعب لحد الساعه المباراه بالليل او شيء كذي، من غير يعني المسافات اللي كانوا يقطعوها، فكان يعني حافزنا هو جمهورنا اللي جاي، وطبعا انا اشكر كل الجماهير اللي جت خصوصا اللي من الشرقيه صراحه، يعني كل الولايات الشرقيه ازرت الفريق، فكنا احنا نشوف الملعب في اعلام خضر في اعلام زرق، اعلام نحن اعلام صفر من الطليعه، فكل الـ يعني الناس تجمعت مع نادي صور في ذاك الوقت، صار كلها صور هي نادي صور.
محمد العبد الله اعصابه على ما اعتقد فالته، ثلاث كرات سهله يمسكها على مرتين. هذه محاوله لصورة الان احمد خميس، شوف كره معلم هذه، خارج الملعب. يوسف صالح حطله واحده بيمينه حلوه. دي فرماني خلال الشوط الثاني ربما. هذه محاولة إلى يوسف صالح، محاولة خطرة صوراوية الآن، طول على طول، وبالتالي تصبح ضربة مرمى. على يوسف صالح، حارة يوسف. اللي هي التفكير هي في الربع ساعة الأولية كانت بس احنا عندنا المشكلة يعني. يعني احنا صح قلنا جمهور والى اخره، لكن من تنزل الملعب وتمشي الكوره هناك تحس يعني فريق سيب ما كان فريق سهل، يعني فريق قوي وتعمل له احسن ولا ما وصل النهائي، يعني ما حد يوصل النهائي الا الفريق الزين يعني. فكان صور والسيب كانوا هم احسن فرقة ووصلوا النهائي. فحين كانت يعني ما عندنا المشكله، لكن احنا بس تفكيرنا في الربع الساعه الاوليه هنا تعدي يعني الامور طيبه. يعني ما يتسجل عليه جول، طبعا كلام المدربين في الربع ساعه الاوليه يعني انتبه ما سجلت لكن ما يسجل عليه جول، فهي بس الربع ساعه الاوليه. من راحت الربع ساعه الاوليه خلاص عاد فكرنا احنا لازم نتقدم، قمنا نهجم و الى اخره. فلكن العامل انك انت تفكر انك يعني بالكاس ولا غيره هذا لا تخلي انت، المهم تنهي المباراه شوي شوي لحد ما تخلص الشوط الاول وتبدا الشوط الثاني، بعدين تفكر خلاص من تسجل بعدين تفكر. لكن ما دام انه ما في تسجيل بعد ما ماشي، لان يعني ظلينا فتره يعني الشوط الاول كامل لحد الشوط الثاني ما في اي تسجيل يعني، فهني كانت المشكله خلاص. لكن من تسجل هناك تفكر عاد كيف احافظ، كاس جمهور ناس كلها يعني متعطشين، ورئيس النادي كان يدعم الفريق بشكل يعني ما توقع حد الحين دعم نادي صور في انديه تدعم مثل الشيخ دعم نادي صور. فكانت كل الاشياء عوامل من بعد ما تسجل، من بعد ما تكون خلاص امور عندك في ايدك يعني. قبل اللي يسجل هدف ديفي احنا جاتنا كذا فرصه، فيات اتوقع جات فرصه لي انا وارتقيت بالراس عشان احولها، فلما نزلت صار عندي شويه في العضل مثل الاختلال فمسك عندي شد فنزلت تحت يعني. المشكله الوقت خلاص ما يمشي، ومدربنا احنا كان على طول خلاص انت تحس تعور، خصوصا في ذاك الوقت مشكله الشد خلاص ما تقدر انت تكمل، لازم في تغيير. فانا طلعت على الخط يعني كنت موجود برا لما ديفي جاب الجول، انا كنت برا، انا خلاص طالع اوريدي مبدل يعني، في لاعب اتوقع انه دش بدالي. فانا بس استقبلت الشباب عاد برا يعني، هم ركضوا فرحانين بالهدف فانا جيتهم عاد من برا، لكن خلاص انا كنت مصاب يعني ما كنت موجود في الملعب. هذه محاولة جبل حبسي انشال من امامه على طول. مرة ثانية المحاولة صوراوية الآن. هدف ديفي اليوغوسلافي، يرجح الكفة الآن. ديفي اليوغوسلافي يرجح الكفة الزرقاء الآن. ديفي اليوغوسلافي والله ايش بقول لك يعني. بالنسبه لنا احنا مثل ما تقول انت يعني كان انجاز واول مره ونحصل الكاس، والفريق يعني اقول لك يعني تعبنا لحد ما وصلنا لذاك المستوى، ما بسهوله يعني، ما بس مجرد احنا جينا ولعبنا وخلاص، لا يعني تعبنا من الدرجه الثانيه واحنا نشتغل، والدرجه الاولى ودوري وصعدنا مباريات وكنا نمسك يعني مشاوير، تعرف انت يعني اول مجمعات قليله، مضطر لازم تروح لحد بريمي تلعب لحد صلاله ثلاث مرات اربع مرات، فمعاناه كبيره صراحه عانينا منها في الدوري. لما جينا الكاس نفس الحاجه، خلاص الكاس مباريات قويه
بس الحظ ان احنا خدمنا الحظ ان ما كنا نخسر وايد في المباريات، كنا على طول نطلع 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 بسرعه بسرعه. فكان بالنسبه لنا احنا صراحه ذاك الكاس بالنسبه لنا احنا يعني مش بنحن بس مجرد الولا يكره مثل ما خبرتك يعني، فكان نحن انجاز كبير صراحه واعتزينا فيه يعني بشكل ما اتوقع. بس ما اعرف كم عاد الشباب كم سهروا ولا كم ظلوا حد مشى ولا ما، لكن احنا ظلينا بصراحه يعني لفتره طويله طويله يعني ذاك الشيء ما كنا ننساه. وهكذا سيداتي يا رساتي سادتي يتحقق حلم 20 عام ويفوز صور بالكاس، ويفوز صور بالكاس عن طريق ديف اليوغوسلافي، عن طريق ديف اليوغوسلافي الذي يقود فريق صور الى الكاس. انجاز كبير، عودة شباب الازرق على السفينة الزرقاء والعودة والابحار على بحر البطولات من جديد عن طريق ديف اليوغوسلافي.